بعد أن أنهى المارد الأحمر الشوط الأول لنهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس الشقيقة بالتعادل دون أهداف أمام الترجي، يستعد بقوة للشوط الثاني الذي ستحتضنه القاهرة يوم السبت المقبل في مرحلة الإياب. استأنف الفريق أولى تحضيراته اليوم بعد حصوله على راحة سلبية، وبدأ الجهاز الفني بوضع البرنامج البدني والخططي الخاص بمباراة العودة من أجل الوقوف على بعض التفاصيل التي رافقت مواجهة الذهاب، وذلك لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في مباراة الذهاب والعمل على استغلال أخطاء الخصم وترجمتها إلى أهداف. حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على مشاهدة مباراة الذهاب لمعرفة الثغرات الموجودة في صفوف الفريق الضيف قبل وضع الخطة المناسبة للمباراة المقبلة. كما طلب كولر من جهازه المعاون تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين والمستبعدين من مباراة الذهاب وتدريباتهم خلال فترة تواجد الفريق في تونس، وذلك لمعرفة جاهزيتهم قبل لقاء السبت المقبل ومتابعة من سيكون جاهزا منهم للمواجهة المرتقبة. يسعى كولر لتجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا لحسم موقعة الترجي بحثا عن اعتلاء عرش القارة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.